جايز عشان بيبقوا شايفين ان هما بيدخل لهم دخل كبير فهما بيبقوا طمعانين مثلا. يعني ما ينفعش يكون مثلا يوتيوبر هو اخره بياخد 200 دولار واجي اقول له انا هفرض عليك ضرايب. لا انا مع ضد طبعا. انا مع القرار جدا. يعني بنسبة تكون بسيطة، يعني مثلا ممكن 5% 7% مثلا 30% ممكن. نسبة الضرائب بتبقى نسبة تصاعدية على حسب حجم الدخل. انت ممكن تعمل على الشركات اللي هي ماسكة السوشيال ميديا او احنا ممكن عادي ان احنا يعني نبقى شبه دول تانية كتير بس بالشكل الطبيعي. يعني كل الناس تتكلم يقول لك حكومات العالم، ما تقدرش تقارن الفرد في مصر زي الفرد في فرنسا زي الفرد في ايطاليا. وده بس ده هيخلي ناس كتير قوي تقفل الشانل بتاعتها، ناس كتير قوي تبطل تعرض افكار لان هي هتبقى بتصرف عليها اكتر من اللي هي بتاخده. فممكن نعمل تقنين. بمعنى ايه تقنين؟ ان الناس دي يبقى ليها ورق كانه شغال، هيديك فرصه في انك ايه تقدر فعلا الناس دي بتدفع ضرائب، لا تلاقي خدمات. هو انا سمعت بس اللي هو سمعت اللي بيدخل لهم بس اكيد مش من المبلغ ده يعني. كنت متخيله. لا بصراحه ما كنتش ماشي. انا ممكن دول يتحسب عليهم نسبه ضرايب. جايز عشان بيبقوا شايفين ان هما بيدخل لهم دخل كبير فهم بيبقوا طمعانين مثلا.